بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا المحاضرة السابعة. طبعا احنا ذاك الأسبوع عطيناكم المحاضرة السادسة، اليوم عندنا المحاضرة السابعة. بالبي دي اف اللي عندكم أنا كاتب المحاضرة أعتقد التاسعة أو العاشرة، فأنا صححتها هنا، هي المحاضرة السابعة. طبعا المحاضرة السابعة هي بعنوان Response of Second Order System. يعني عندنا هواي أنظمة سيطرة أو أنظمة ميكانيكية هي من الدرجة الثانية. طبعا احنا مثل ما قلنا احنا الدرجة الثانية هي معناها المعادلة الموجودة في المقام هي من الدرجة الثانية، يعني أعلى أس للأس الموجود في المقام هاي نسميها الدرجة الثانية. يعني هذا المقام نشوفه هنا، فهذا إذا نشوفه هنا عند هنا أس وهنا أس، فهذا من الدرجة الثانية. لو أردنا نلقى الـ Closed Loop Response أو Closed Loop Transfer Function لهذا السيستم، إيش عندنا؟ CS الـ Output، هذا الـ Output على الـ RS الـ Input يساوي Omega N Square على S تربيع Plus 2 Zeta Omega N S زائد Omega N Square. طبعا هنا الـ Omega N هو الـ Natural Frequency والزيتا اللي هي الـ Damping Ratio. طبعا هاي منين اجت؟ ببساطه هاي منين اجت المعادله؟ هي من عندنا القانون اللي هو الفيدباك لوب، بسط الفيد فورورد اللي هو اوميجا ان سكوير على مقام الفيد فورورد اللي هو اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد البسط في الفيدباك. طبعا هنا عندي بما انه الفيدباك هو ناقص فيصير عندي زائد البسط اوميجا ان سكوير، الفيدباك هو واحد فصارت عندي اوميجا سكوير، فصارت عندي الترانسفير فانكشن بهذا الشكل. هسه نريد نعرف شنو جذور هاي المعادله او شنو جذور المعادله الموجوده في المقام. حتى نعرف جذور هذه المعادله لازم طبعا نحلها اكيد، بس هنا مثل ما تشوفون هاي المعادله انكتبت بدلاله الزيتا اللي هو الدامبنج ريشيو والاوميجا ان اللي هو الناتشرال فريكوانسي. عندنا جدول هذا بسيط راح نعرفه حتى من عنده نقدر نعرف جذور هاي المعادله، كومبلكس لو ريال لو ريبيتد وهكذا. فاذا كانت عندنا الزيتا بين الصفر والواحد اللي هي زيتا قلنا الدامبنج ريشيو بين الصفر والواحد، هذا السيستم يكون اندر دامبنج، فاذا كان اندر دامبنج فالجذور هي كومبلكس. اما اذا كانت زيتا تساوي واحد فالسيستم هو كريتيكال دامبنج والجذور هي ريبيتد. اما اذا زيتا اكبر من واحد فهو اوفر دامبنج والجذور هي ريال، واذا زيتا تساوي صفر فهو نو دامبنج، اما الجذور ريال او كومبلكس. بالحقيقة احنا كل حالة عرفنا شلون نحلها اذا كانت عند الجذور ريال واذا كانت عند الجذور كومبلكس واذا كانت عند الجذور ريبيتد بالمحاضرة السادسة. طبعا اللي اخذنا بالمحاضرة السادسة راح نحتاجه هنا بهاي المحاضرة. هسه راح نحل هاي المعادلة في حالة عندنا الانبوت اللي هو الار اس الانبوت. اذا كان عندنا الانبوت هو يونت ستيب انبوت، يونت ستيب مثل ما قلنا باخر جزء بالمحاضرة السادسة، اذا كان عندي يونت ستيب انبوت فالار اس هو يساوي واحد على اس، واذا كان عندي يونت رامب هو واحد على اس تربيع. احنا اغلب الحالات اللي راح ناخذها هو اذا كان عندي الانبوت واحد على اس يعني يونت ستيب. فنجي اولا اذا كان عندي هسه عندي هاي الترانسفير فانكشن اللي عرفناها بالبدايه، اذا كان عندي الار اس واحد على اس فايش راح يصير؟ يصير هذا الجزء ينضرب في واحد على اس، فالاس تجي هنا في المقام. هاي الاس جايه منين؟ جايه من الار، الار اللي هو يساوي واحد على اس. هسه نجي اول حاله راح ناخذها في حاله نو دامبنج، الزيتا يساوي صفر، يعني اذا زيتا يساوي صفر هذا الحد كلش بيه راح يكون صفر. بس خلي نقشره، فهذا الحد كله راح يكون صفر. زين من صار عندي هذا الحد صفر، من صار عندي هذا الحد صفر فصارت المعادله بهذا الشكل. طبعا احنا قلنا في حاله زيتا تساوي صفر فالجذور هي شنو؟ ريال او كومبلكس، او كومبلكس طبعا. فهسه هنا نجي حتى نطلع جذور هاي المعادله
فبها طبعا بما انه من الدرجه الثالثه فجذورها هي 3، واحد من عندهم هو اس يساوي 0 والثاني اس تربيع زائد اوميجا ان سكوير يساوي 0. هسه هذا الاوميجا ان لو نحوله بهذا الاتجاه طبعا راح يكون بالسالب، فالجذر الاول والثاني يساوي زائد ناقص جي اوميجا ان. اوكي، هسه حتى نحلها راح شو نقول؟ سي اس يساوي هاي المعادله اوميجا ان سكوير على اس في اس تربيع زائد اوميجا ان سكوير يساوي كي 1 على اس، هذا الاس اللي هنا، زائد كي 2 على اس ناقص جي اوميجا ان، زائد كي 3 على اس زائد جي اوميجا ان. هسه اذا نريد نلقى كي 1 مثل ما تعلمنا بالمحاضره السابقه، نضرب الطرفين في اس طبعا ونعوض اس يساوي 0، هذا الحد راح يروح وهذا الحد كذلك راح يروح طبعا، والاس اللي راح تجي هنا اللي هي هاي الاس راح تروح وهاي الاس. اوكي، هذا الحد هو منين جاي؟ جاي من اس ناقص جي اوميجا ان في اس زائد جي اوميجا ان. هسه نعوض اس يساوي 0، هنا اس 0 وهنا اس 0، طبعا نضرب هاي الطرف هاي الحدين، فراح يصير عندي اوميجا ان سكوير على اوميجا ان سكوير ويساوي 1. اوكي زين، هسه اذا نريد نلقى الكي 2 طبعا راح نضرب الطرفين في اس ناقص جي اوميجا ان، هذا اس ناقص جي اوميجا ان انضربت هنا، طبعا هذا اكيد راح يروح، فهذا الحد راح يختصر ويا من؟ ويا هذا الحد، ونعوض طبعا اس يساوي جي اوميجا ان، فمن نعوض اس يساوي جي اوميجا ان راح يصير عندي الكي 2 يساوي ناقص 1 على 2. اما اذا نريد نلقى كي 3 فلازم نضرب الطرفين في شنو؟ في اس زائد جي اوميجا ان اللي هو هذا، هذا الطرف الاول ضربناه في اس زائد جي اوميجا ان، طبعا عندما اس يساوي سالب جي اوميجا ان هذا الحد راح يروح ويا من؟ ويا هذا الحد، فشبقى عندي اس في اس ناقص جي اوميجا ان، نعوض اس يساوي ناقص جي اوميجا ان بدال الاس اللي هنا وبدال الاس اللي هنا، فراح يصير عندي كي 3 يساوي سالب 1 على 2. هسه نجي نعوض الكي 1 والكي 2 والكي 3 وين؟ بهاي المعادله، طبعا عندي كي 1 هو 1، كي 2 ناقص 1 على 2، وكي 3 ناقص 1 على 2 كذلك. فمن نحولهم هسه عوضناهم هنا، هسه نجي ناخذ الانفيرس لابلاس ترانسفورم، طبعا نرجع للجدول اللي حكينا عنه ببدايه المحاضره السادسه، فواحد على اس تحويلها هو 1، وهنا تحويلها هو اكسبوننشال سالب 1 على اكسبوننشال سالب اي تي، فالاي هو شنو؟ اوميجا ان، صار عندي سالب اوميجا ان تي، وهنا اكسبوننشال سالب طبعا هنا يصير موجب، لان يعني هنا هذا الاي هو سالب فيصير هنا موجب، وهنا الاي موجب فيصير هنا سالب، فصار عندي 1 ناقص نصف اكسبوننشال اوميجا ان تي زائد اكسبوننشال سالب اوميجا ان تي، بعدين هذا راح يساوي 1 ناقص كوساين اوميجا ان تي، وذلك لان هذا الحد هو مكافئ لهذا الحد بالعلاقات المثلثيه. اوكي، طبعا هذا اذا جينا نمثله، الجذور عندي جذر الصفر اللي هو هنا، وجذرين كومبلكس اللي هو واحد موجب وواحد سالب، هذا بالنسبه للاسبلين. اوكي، طبعا التايم دومين ريسبونس اللي هي هاي اللي لقيناها، لو نجي نرسمها مثل ما قلنا اذا سوينا جدول، هذا الجدول ب هذا الجدول يعني بزمن، وجينا عوضنا هذا الزمن بال، بس خلينا ناخذ قلم، يعني لو سوينا جدول هالشكل، هذا الجدول عند هنا الزمن وهنا الامبليتيود اللي هو سي تي، هاي الامبليتيود، فلو جينا هنا عوضنا 1 2 فرضا، عفوا بس خليني امسحها هاي،
واحد، اثنين، ثلاثة، وهكذا راح تطلع عندي الاستجابة مالت هاي المنظومة هالشكل. فنشوف ماكو تخميد بالمنظومة، راح المنظومة كأنما تبقى تهتز بدون تخميد. فهذا شو نسميه؟ نسميه undamped system. اوكي، طبعا هاي في حالة الزيتا تساوي صفر. زين، هسه اذا كانت عند الزيتا هي بين الصفر والواحد، بين الصفر والواحد، فهاي طبعا بين الصفر والواحد راح نسميه اندر دامبينج سيستم، وهذا راح تكون الجذور مالته هي كومبلكس. طبعا هذا من الجدول الفوق. هسه لو نجي هنا نعوض، قلنا احنا الانبوت مالتنا هو يونت ستيب، فهاي الاس جايه من الار اللي هو واحد على اس، فعوضناه هنا طلعت عندها هاي المعادله. هسه الزيتا ما عندي لها قيمه واضحه، فراح تبقى بهالشكل. هسه نريد نحلها. طبعا بما ان الجذور هنا عندي جذر حقيقي وهنا جذرين كومبلكس، فهسه نرجع للطريقه اللي في حاله عند الجذور كومبلكس اللي اخذناها بالمحاضره السادسه. اولا هذا كي 1 على اس، هذا جاي من الجذر الحقيقي، زائد كي اي زائد جي بي على اس تربيع، زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. هسه حتى نحلها مثل ما تعلمنا بخطوات الحل بالمحاضره السادسه في حاله عندنا هيجي حاله، فش نقول؟ اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير يساوي صفر، نقارنها ويا من؟ ويا الاس تربيع زائد 2 اي اس زائد اي تربيع زائد بي تربيع يساوي صفر. 2 اي يساوي هذا 2 اي، نقارنه ويا هذا 2 اي يساوي 2 زيتا اوميجا ان، اذا اي يساوي زيتا اوميجا ان. هسه اي تربيع زائد بي تربيع يساوي اوميجا ان تربيع. طبعا عندنا الاي لقيناه هذا، فنعوضه وين؟ هنا بهاي المعادله، فراح يصير عندي بي تربيع يساوي اوميجا ان تربيع ناقص زيتا تربيع في اوميجا ان تربيع. هسه منها تطلع عندي البي يساوي اوميجا ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع. طبعا هذا الحد نسميه دبليو تي او الدامد ناتشرال فريكوانسي، دامد ناتشرال فريكوانسي. هذا طبعا هاي المعادله ضروريه تحفظ، ليش؟ لان بالانظمه الاندر دامبنج في بعض الاسئله احنا نطلب احسب الدامد ناتشرال فريكوانسي، فهذا يعتمد على الناتشرال فريكوانسي و الدامبنج ريشيو. هسه طلعنا البي وطلعنا الاي، طبعا هاي راح نحتاجها. هسه نحسب الاس، اس شو يساوي؟ هم اذا تتذكروا من المحاضره السابقه، اس يساوي ناقص اي زائد جي بي. هسه الاي عندنا والبي عندنا، نعوضهم هنا. هسه حتى نلقى الكي اي زائد جي بي يساوي اوميجا ان سكوير على اس في اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع في الحد نفسه، هذا المقام يعني اقصد، عندما اس تساوي سالب زيتا اوميجا ان زائد جي اوميجا ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع. هذا الحد يروح مع هذا الحد، فش يبقى عندي؟ اوميجا ان تربيع على اس. هسه الاس يساوي هذا الحد، فنعوضها وين؟ هنا. اوكي، طلعنا الكي اي زائد جي بي. هسه نلقى المطلق مال كي اي زائد جي بي يساوي تحت، طبعا هذا المطلق يساوي تحت الجذر الايماجينري تربيع زائد الريال تربيع. هنا الايماجينري صفر، فعندي بس الريال تربيع، فهو تحت الجذر اوميجا ان تربيع. طبعا قبل لا نسوي هاي الخطوه، عندي هنا اوميجا ان وهنا اوميجا ان وهنا اوميجا ان، فنختصر هذا الاوميجا ان، فيبقى عندي اوميجا ان واحد، فهنا يصير تحت الجذر اوميجا ان تربيع على تحت الجذر زيتا تربيع زائد واحد ناقص زيتا تربيع. طبعا هذا جاي منين؟ جاي من الربع هذا الجذر، يبقى واحد ناقص زيتا تربيع. هذا يروح ويا هذا الحد، فاذا يطلع عندي كي اي زائد جي بي المطلق مالتهم يساوي اوميجا ان. هسه نلقى الالفا، الالفا يساوي تان انفيرس الحقيقي على الايماجينري. طبعا هنا بالبسط الايماجينري قلنا صفر، فهنا يكون صفر على اوميجا ان تربيع ناقص تحت الجذر
أوميجا إن تحت ناقص تان انفيرس أوميجا إن تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع على زيتا أوميجا على ناقص زيتا أوميجا إن. طبعا الأوميجا إن يروح وين؟ الأوميجا إن فتبقى عندي تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع على ناقص زيتا. إذن هذا طبعا الناقص يطلع بالتان انفيرس، فتصير عند الألفا يساوي تان انفيرس تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع على زيتا. إذن طبعا ببساطة حتى نلقى الكي 1، هذا الكي 1 حتى نلقاه فنضرب شنو الوسط الطرفين في S ونعوض قيمة S تساوي صفر. فهنا ضربنا هاي في S وعوضنا قيمة S تساوي صفر، فش طلع عندي كي 1 يساوي 1. طبعا هسه لقينا الكي 1 ولقينا الكي A زائد جي بي. هسه نطبق هاي هذا الجزء المن للجزء الكومبلكس. فعندنا الاف تي الريسبونس الجايه من الجزء الكومبلكس تساوي 1 على بي في مطلق كي اي زائد جي بي في اكسبونينشال سالب اي تي ساين بي تي زائد الفا. طبعا هاي كلهن لقيناهن، فنجي نعوض البي ونعوض الاي ونعوض الالفا. اما الجزء الجاي من الحقيقي فهو 1 على اس، فالانفيرس لابلاس ترانسفورم للواحد على اس فهو 1. اذا تطلع عند المعادله النهائيه هي سي تي يساوي 1، هذا قلنا الجاي من الجزء الحقيقي، زائد هاي المعادله. هاي المعادله هي منين جايه؟ جايه من هاي المعادلة بعد ما نعوض المتغيرات. فمثلا البي ايش عندنا؟ هو شو يساوي البي؟ يساوي دبليو ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع، والاي هو قيمة الاي هو زيتا اوميجا ان، فنعوضهم والمطلق كي اي زائد جي بي هو هاي القيمة اللي هي الدبليو ان، وهكذا فنعوضهم فيطلع عندي هاي المعادلة، هاي التايم ريسبونس المن للكومبلكس سيستم. اوكي، هاي اذا مثلنا الجذور على الاسبلين فيطلع عندي جذر هنا اللي هو كومبلكس، هذا الجزء طبعا سالب زيتا اوميجا زائد جي اوميجا ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع، وسالب زيتا اوميجا ناقص جي تحت جي اوميجا ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع. لو رسمناه راح يطلع عندي بهذا الشكل اللي تشوفونه قدامكم. طبعا ضروري انتم هاي الاشتقاقات تشتقونها بايديكم واحد واحد وتقارنونها حتى تفهمونها بصوره صحيحه. الحالة الثالثة في حالة عندي critical damping اللي هي في حالة زيتا تساوي 1. في حالة زيتا تساوي 1 فالبولز راح تكون repeated. فهسه فرضا لو عوضنا هنا زيتا تساوي 1 فهاي الزيتا راح تصير 1، فراح شي يصير عندي اوميجا ان تربيع على اس على اس في اس تربيع زائد 2 اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. نجي هنا أوميجا ان تربيع على S، هذا الحد هو جاي نتيجة تربيع هذا القوس اللي هو S زائد أوميجا ان. هسه هذا لو الربعة شي يصير S تربيع زائد 2 S أوميجا ان زائد أوميجا ان تربيع، فيرجع لنفس هذا الحد. فإذا هنا راح نلاحظ أن الجذور عندنا repeated. فعندنا هسه حتى نحلها فشو نقول؟ K1 على S هذا من الجذر الحقيقي، زائد K2 على S زائد أوميجا N تربيع، زائد K3 على S زائد أوميجا N. طبعا هذا كذلك شرحناه هاي الحالة بالمحاضرة السابقة. هسه حتى نلقى K1 ببساطة نضرب الوسطين في S، راح يطلع عندي K1 يساوي أوميجا N تربيع على S في S زائد أوميجا N الكل تربيع في S. هذا الS يروح مع هذا الS ونعوض S يساوي صفر، فراح يطلع عندي K1 يساوي 1. حتى نلقى K2 شو نقول؟ 1 على N ناقص 1 فكتوريال في أوميجا N تربيع على S في S زائد أوميجا N تربيع في S زائد أوميجا N تربيع، عندما S يساوي سالب أوميجا N. هذا الحد يروح مع هذا الحد، طبعا هذا قيمته 1، فشبقى عندي أوميجا أن تربيع على S، نعوض الS يساوي سالب أوميجا، فإذا أوميجا أن تربيع على سالب أوميجا يبقى سالب أوميجا.
أوميجا N. هسا نلقى الكي 3، طبعا كي 3 يساوي 1 على N ناقص 1، طبعا الN هو هنا 2. ليش؟ لأن هذا الكي الثاني بالربيتد، صح هي هنا 3 بس هنا كتبنا 2، ليش؟ لأن هذا الكي الثاني بالجذور ربيتد. فش نقول 1 على 2 ناقص 1 فيكتوريا، طبعا أيضا هذا قيمته 1، دي على الدي اس في الأوميجا ان تربيع على اس في اس زائد أوميجا ان الكل تربيع في اس تربيع في اس زائد أوميجا ان تربيع عندما اس يساوي ناقص أوميجا ان. هذا يروح ويا هذا الحد. طبعا نشتاق، من نشتاق هو المقام في مشتقة الباص، طبعا الباص صفر راح يصير مشتقته ناقص الباص أوميجا ان تربيع في مشتقة المقام 1 على المقام تربيع، فراح يصير اس تربيع. نعوض راح يطلع عندي كي 3 يساوي سالب 1. هسا نجي نعوض عند الكي 1 هو 1، عوضنا هنا كي 2 هو أوميجا ان وكي 3 كي 2 هو سالب أوميجا ان وكي 3 سالب 1، نعوضهم هنا. هسا ناخذ الانفيرس لابلاس ترانسفورم للثنين، فهذا طبعا الانفيرس لابلاس مالته هو 1 وهذا الانفيرس لابلاس مالته هو أوميجا ان تي اكسبونينشال سالب أوميجا ان تي، وهنا هذا الانفيرس لابلاس مالته هو اكسبونينشال سالب أوميجا ان تي. نطلع الاكسبونينشال سالب أوميجا ان تي عامل مشترك، فراح يصير عند السي تي يساوي 1 ناقص اكسبونينشال سالب أوميجا ان تي في أوميجا ان تي زائد 1. نفس الحالة بما أن الجذور ربيتد فعد جذرين بنفس المكان اللي هم هاي قيمتهم، وإذا أجينا نرسم هاي المعادلة فراح تطلع بهذا الشكل. طبعا هاي القيمة هي 1، ليش؟ لأن الانبوت لأن السيستم هو كريتيكال دامبيك. زين، طبعا مثل ما قلت قبل شوية ضروري تعيدون اشتقاق هاي المعادلة بديكم وترجعون للجدول وتستخدمون المهارات اللي تعلمتوها بالمحاضرة السادسة. الحالة الرابعة والأخيرة هي إذا كان عندي الزيتا أكبر من 1، فإذا كانت الزيتا أكبر من 1 الجذور راح تكون ريال بولس، واللي هي أسهل تقريبا أسهل حالة هاي. فإذا هنا جينا عوضنا، طبعا ما نقدر نعوض، ليش؟ لان اكبر من 1 ما عندي اكزاكت فاليو، ما عندي قيمه معينه للزيتا. نفس الحاله هاي الاس جايه قلنا من الار اللي هي 1 على اس، فنجي شو نقول حتى نلقى الجذور مال هاي المعادله نستخدم قانون الدستور اللي هو يساوي سالب بي هاي البي زائد ناقص تحت الجذر بي تربيع هاي البي تربيع ناقص 4 اي 1 في السي اللي هي هاي السي على 2 اي وهكذا. فاذا راح تطلع عندي اس 1 واس 2 تساوي بعد ما نبسط راح تطلع عندي هذا الشكل. اوكي، وبالنهايه راح تصير اس 1 اس 2 يساوي سالب زيتا اوميجا ان زائد ناقص اوميجا ان تحت الجذر زيتا تربيع ناقص 1. اوكي، اذا هسه السي اس يساوي اوميجا ان تربيع على اس في اس زائد زيتا اوميجا ان زائد اوميجا ان تحت الجذر زيتا تربيع ناقص 1 في اس زائد زيتا اوميجا ان ناقص اوميجا ان تحت الجذر زيتا تربيع ناقص 1. هاي منين جايه؟ جايه من هاي المعادله. اوكي، هسه شو نقول؟ كي 1 على اس زائد كي 2 على هذا الحد زائد كي 3 على هذا الحد. هسه حتى نبسط المعادلة شوية راح نقول هذا الحد يساوي بيتا، بيتا تساوي تحت الجذر زيتا تربيع ناقص 1. هسه حتى نلقى كي 1 نضرب هاي المعادلة في اس عندما اس يساوي 0، فهنا هاي المعادلة هاي نضربها في اس عندما اس يساوي 0، هذا الاس راح يروح مع هذا الاس، نعوض هنا اس يساوي 0 وهنا اس يساوي 0 ونضرب المعادلتين فراح يصير بهذا الشكل.
اوكي، نبسطها بعد اكثر راح يصير بهذا الشكل. نبسطها طبعا بعد اكثر، ليش؟ لان عند البيتا تساوي تحت الجذر زيتا تربيع ناقص واحد، فمن نعوض تحت الجذر زيتا تربيع ناقص واحد راح يصير زيتا تربيع، يبقى بس زيتا تربيع ناقص واحد، ومنها عندي زيتا تربيع، فهاي الزيتا تروح مع هاي الزيتا وهذا الناقص يدخل على القوس، فاذا كي 1 تساوي واحد. هسه كي 2 نضرب طبعا هاي المعادله في هذا الحد، اوكي، ونعوض طبعا اس يساوي ناقص زيتا اوميجا ان ناقص اوميجا ان بيتا، فهذا الحد راح يروح مع هذا الحد، ونعوض فراح يبقى عندي، نعوض طبعا الاس يساوي سالب زيتا اوميجا ان، فجبنا هاي عوضناها بمكان الاس فصار عندي هذا الحد، وعوضنا بمكان هذا الاس هم اس يساوي ناقص اوميجا ان ناقص اوميجا ان بيتا زائد زيتا اوميجا ان اللي هي هاي ناقص اوميجا ان بيتا، اوكي. نباوع عندي حدود من الشافه، طبعا هذا الحد يشبه هذا الحد فراح يختصر، وبعد وهنا عندي اوميجا ان بيتا وهنا اوميجا ان بيتا فينجمعون سوا يصير ناقص 2 اوميجا ان بيتا في هذا الحد اللي هو سالب زيتا اوميجا ان ناقص اوميجا ان في البيتا، نضربهم فصير عندي هاي المعادله، اوكي. نختصر هسه الاوميجا ان تربيع من البسط ومن المقام، راح تبقى عندي هاي المعادله. هسه نعوض البيتا يساوي تحت الجذر زيتا تربيع ناقص واحد، نبسطها بعد اكثر راح تطلع عندي الكي 2 تساوي واحد على 2 بيتا في زيتا زائد بيتا. طبعا حقيقة مو شرط تعوض، تقدر تعوض تقدر ما تعوض، هنا احنا ما معوضين فمخلينها بدلالة بيتا. بنفس الطريقة نقدر نلقى الكي 3 بس نضرب هنا في شنو؟ نضرب في هاي المعادلة، اوكي. فهذا راح يروح مع هذا ونعوض طبعا اس يساوي سالب زيتا اوميجا ان زائد بيت اوميجا ان في البيتا، نعوض هاي نجيبها هنا ونعوض هم اس بمكانها سالب زيتا زائد اوميجا ان بيتا. هسه نباوع شنو الحدود عندنا المشابهه شنو المختلفه، هذا يختصر مع هذا وهذا ينجمع مع هذا راح يصير عندي بهذا الشكل. ندخل هاي على هاي المعادله، نضربهم قصدي، نضرب هاي المعادلتين سوا فراح يصير عندي بهذا الشكل، اوكي. هسه الاوميجا ان تربيع تختصر من البسط ومن المقام، نطلع ال 2 بيتا مشترك فراح يصير كي 3 ناقص 1 على 2 بيتا في زيتا ناقص بيتا. هسه نجيب الكي 1 والكي 2 والكي 3 نعوضهم بالمعادله، فشي سي اس يساوي 1 على اس زائد كي 1 على هذا الحد، الكي 1 اللي لقيناه ناقص كي 2، طبعا هاي الناقص جايه منين؟ من الكي 3 عفوا اللي هي هنا على هذا الحد. هسه ناخذ الانفرس لابلاس ترانسفورم، طبعا هذا الانفرس مالته هو واحد ببساطه، اما هذا طبعا هذا نعتبره كانما قيمه فيطلع خارج اللي برا، فيصير يصير كانما اس واحد يعني واحد على اس زائد اوميجا ان في زيتا زائد بيتا، فشي يصير اكسبونينشال سالب اوميجا ان في زيتا زائد بيتا في تي، وهنا نفس الحاله هذا هم يطلع برا فيصير عندي واحد على 2 بيتا في زيتا ناقص بيتا اكسبونينشال سالب اوميجا ان زيتا ناقص بيتا في تي، اوكي. هاي الجذور لو نجي نمثلها طبعا راح يصير عندي جذر هنا وجذر هنا، انتم هذا ما مطلوب من عندكم طبعا تمثلونه الا اذا كانت عندك ارقام صحيحه يعني، فاطلب من عندكم ترسمونه على الاسبلين، وكذلك هذا اذا رسمناه راح يصير عندي بهالشكل اوفر دامد،
هاي عندما زيته أكبر من واحد، وقلنا هاي في هاي الحالة راح تكون الجذور عندنا حقيقية. أرجع وعيد هذا الاشتقاق تشتقونه بإيديكم خطوة خطوة حتى تفهموه بصورة صحيحة، لأن بعض الأسئلة أطلب من عندكم اشتقاق تشتقل من البداية للنهاية. أوكي، هسه كملت عندي هاي الأربع حالات. هسه عندنا مثال بسيط، هاي الأمثلة البسيطة، ثلاث أمثلة. شنو المطلوب بيها؟ For each of the system shown in the figure below, find the values of zeta and omega n and report the kind of response expected. يعني شنو؟ ألقى زيتا وألقى أوميجا ان وقل لي هل السيستم هو ربيت يعني اوفر دامبينج اندر دامبينج كريتيكال وهكذا. فهسه حتى نحلهم راح نستخدم بس الوايت بورد. هسه بس شوي نمسحها. اوكي، هسه عندي اول سيستم هو RS 12 على S تربيع زائد 8 S زائد 12. هذا الانبوت قلنا ال RS وهذا ال C S. هسه حتى نلقى ال N فراح شو نقول؟ نقارن هذا البسط مع المعادلة اللي هي S تربيع زائد 2 زيتا أوميجا N S زائد أوميجا N تربيع. فهاي ال S تربيع زائد 8 S زائد 12 يساوي صفر. نقارنها مع S تربيع زائد 2 زيتا أوميجا N زائد أوميجا N تربيع يساوي صفر. هسه منا نقدر شو نقول؟ أوميجا N تربيع يساوي 12، هذا راح يعطيني أوميجا N يساوي 3، طبعا تحت الجذر 12، 3.46 راديان على سكند. إذا هسه منا شو نقول؟ 2 زيتا في أوميجا N يساوي 8. هسه عندي الأوميجا N فراح يبقى المجهول شنو؟ فقط الزيتا. فراح نقول 2 في 3.46 اللي هي قيمة الأوميجا N في زيتا يساوي 8. هذا راح يعطيني زيتا تساوي 1.15. طبعا من هاي زيتا نقدر نقول هذا السيستم هو شنو؟ اوفر دامد. المثال اللي بعده اللي هو CS على RS يساوي 16 على S تربيع زائد 8. شوين نمسحها؟ زائد 8 S زائد 16. طبعا ببساطة نقدر نقول أوميجا N تربيع يساوي 16. إذن أوميجا N يساوي 4 راديان على سكن. هسه نقول 2 في زيتا في 4 يساوي 8، مو صح؟ لأن نقارنها مع هذا. منا راح نقول زيتا تساوي 8 على 8 وتساوي 1. إذن هذا السيستم شنو؟ هو كريتيكال. المثال اللي بعده راح نقول اللي هو شنو؟ طبعا هاي الأمثلة هي عندكم بالمحاضرة. عندي شنو؟ سي اس على ار
اس يساوي 20 على اس تربيع زائد 8 اس زائد 20. كذلك اوميجا ان تربيع اوميجا ان تربيع يساوي 20، هذا راح يعطيني اوميجا ان يساوي تحت الجذر 20 ويساوي 4.47 راديان على سكن. اما زيتا 2 في اوميجا ان اللي هو 4.47 في زيتا يساوي 8، هنا راح نحصل على زيتا تساوي 0.89، هذا نسميه اندر دامبنج سيستم. طبعا الزيتا مثل ما تلاحظون بدون وحدات لان هي دامبنج ريشيو. اوكي، بعدها عندنا هذا المثال الاخير الجزء الاول نشوفه هنا اللي هو شو يقول. To improve the transient behavior of a system, a controller with proportional and derivative action is added as shown in the figure below. Determine or determine the value of k such that the resulting system will have zeta equal to 0.5. Also, what is the response of the resulting system to a step to a unit step input. Okay, هنا يريد قيمة k وبعدين يريد ال resulting response عندما تكون ال input يعني ال rs unit step يعني rs يساوي 1 على s. هسه نلقى حتى نحل هذا المثال نلقى الـ closed loop transfer function اللي هي cs على rs يساوي بسط الفيد فورورد. عندنا البسط هنا 25 في 1 زائد ks على مقام الفيد فورورد اللي هو s في s زائد 2، عكس الإشارة يصير موجب هنا البسط اللي هو هذا في الفيدباك، الفيدباك طبعا 1. طبعا هاي المعادلة بعد ما تتبسط راح تصير بهذا الشكل، معادلة المقام اقصد. اوكي، هسه عندي طبعا الزيتا هو شو يريد؟ يريد قيمة k. اوكي، هسه نقارن هاي المعادلة اللي عندنا مع شنو؟ مع اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. هسه منا 25 شو يساوي؟ او الاوميجا ان تربيع تساوي 25، فإذا أوميجا ان تساوي 5 راديان بير سكند. هسه نقول 2 زيتا أوميجا ان اللي هي هاي تساوي هذا الحد، 2 زيتا أوميجا ان تساوي 25 كي زائد 2. هسه الزيتا هو منطينا اياها بالسؤال والأوميجا ان حسبناها، إذا شو يبقى مجهول بهاي المعادلة؟ فقط الكي. نعوض راح نحصل على كي تساوي 0.12 اللي هو طبعا هذا الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني يقول what is the resulting response، يعني يريد المعادلة مال time response عندما الانبوت هو unit step. فعندي هاي الترانسفير فانكشن سي اس على الار اس، نعوض بها قيمة الكي اللي لقيناها، هاي قيمة الكي نبسطها راح تصير عندي المعادلة بهذا الشكل. هسه نضربها في الار، الار اللي هو 1 على اس، فراح تصير عندي المعادله بهذا الشكل. طبعا مثل ما قلنا احنا بما انه الزيتا منطيني اياها 0.5 فاذا عندي شنو؟ كومبلكس روتس. اوكي، فهنا حتى نحلها هاي اذا تجي تختبرها بالدستور تطلع جذورها راح تلقى بها جذور كومبلكس. فبما انه كومبلكس طبعا وهذا الاس هو يحتوي على جذر حقيقي، فنقول C1 او K1 حسب التسمية انت اللي تريدها على S زائد KA زائد JB على S تربيع زائد 5S زائد 25. نقدر نلقى ال C1 ببساطة، نضرب في S ونعوض قيمة S تساوي 0، فهذا الحد راح يروح، طبعا هذا 0 هذا 0 هنا 0، ف 25 على 25 يساوي 1. هسه حتى نلقى قيمة ال KA زائد JB
نقارن معادلة المقام مع S تربيع زائد 2 أي S زائد A تربيع زائد B تربيع ويساوي 0. هسه 2 A يساوي 5 إذن A تساوي 2.5. A تربيع زائد B تربيع يساوي 25. عند قيمة الـ A حسبتها اللي هي هنا نعوضها راح نطلع B تساوي 4.33. إذن S يساوي سالب A زائد JB، فسالب A اللي هو سالب 2.5 زائد JB اللي هو الـ B 4.33 فنعوضها هنا. هسا حتى نلقى قيمة الـ KA زائد JB نضرب هذا الحد هذا في هذا، طبعا نضرب هاي المعادلة في هذا الحد، فراح يصير عندي ونعوض قيمة S يساوي سالب 2.5.433. طبعا للأسف ما أقدر أوخر من هذا بالمي آرو، يعني وين أروح يطلع لي، فأنا أعتذر. أوكي نكمل المحاضرة. فنضرب هذا طبعا هاي المعادلة مع في هذا الحد ونعوض قيمة S يساوي سالب 2.5.433 جي، فهذا الحد راح يروح مع هذا الحد ونعوض قيمة S، فراح يصير عندي الـ KA زائد JB بهذا الشكل. هسا نطلع المطلق، طبعا هذا خطوات احنا مسوينها بالمحاضرة السادسة وقبل شوية سويناها، فهو بس مجرد خطوات. نطلع المطلق هو اللي هو تحت الجذر الحقيقي تربيع زائد الإماجينري تربيع على تحت الجذر الحقيقي تربيع زائد الإماجينري تربيع للمقام، فتطلع عند المطلق هاي قيمتها. هسا نطلع الزاوية تان انفيرس الإماجينري مالت البسط على الحقيقي مالت البسط ناقص تان انفيرس الإماجينري مالت المقام على الحقيقي مالت المقام، فتطلع عند الألفا هالشكل. نعوضها، طبعا هذا الواحد هو منين جاي؟ من الواحد على S ناخذ الانفيرس يبقى واحد، وهنا عندنا نستخدم المعادلة اللي قلناها اللي هي واحد على B في مطلق الـ KA زائد JB في exponential سالب AT في sin بيتا T زائد ألفا. هذا القانون اللي قلنا لازم تحفظونه في حالة الجذور كومبلكس. أوكي هذا الحد اللي هو قلنا راح أعيده واحد على B في واحد على بي، هاي قيمة بي في مطلق الـ KA زائد JB، هذا المطلق حسبناه. exponential سالب AT هاي 2.5 هي الـ A سالب خليناها ساين BT هاي قيمة البي هاي T زائد ألفا. أوكي فهذا الاستجابة مالت المنظومة. فتوقعوا مثل هيك أسئلة بالامتحان، طبعا ضروري تعيدون هاي الاشتقاقات بديكم خطوة خطوة حتى تفهمونها، لأن بعض الأسئلة تجي اشتقاق. هذا الجزء الأول من المحاضرة السابعة، وإن شاء الله راح نكمل بعدها الجزء الثاني من هذه المحاضرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.